من التمارين الجديدة المرة دي هيكون مع الكابتن أسيل محمد وهي مدربة جيم النادي الأهلي بمدينة نصر. اتفضل. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح النشاط. معاكم كوتش أسيل النهاردة فرع النادي الأهلي فرع مدينة نصر. النهاردة هقدم لكم تمارين بتخص البادي ويت، يعني بوزن جسمي، ازاي اقدر اتمرن في البيت بوزن جسمي من غير اي ويتس خالص. تمام، اول تمرين معانا هنبدا بيه البيربي. البيربي عباره عن هنزل ووك باك اند جامب اجين 1 جامب 2 جامب. مهم جدا ان انا جسمي يبقى مفرود، الريست بتاعي الريست يبقى فوقيه الشولدر على طول. هرجع باك الني سوفت اب اجين 3 2 لاست 1 جامب. تاني تمرين معانا هيبقى الجامب سكوات. الجامب سكوات ده مهم جدا، وانا واقفه عشان اعمل السكوات لازم تبقى النيه سوفت، رجلي تبقى بره مستوى الحوض بمستوى كتفي. تمام، هبدا انزل الباك ستريت 1 اند جامب اجين 2 سلو 3 4 5 6 7 لاست 1. تالت تمرين معانا هيبقى سايد لونج. السايد لونج عباره عن بنزل سايد الهيب لورا، ظهري مفرود اند باك اجين 2 سايد تو سايد 3 4. مهم جدا ظهري مفرود الهيب لورا 6 7 كونتراكشن يور ابس 8 other side 1 2 3 4 back straight contraction your abs 6 7 last 1 8. تمارين البادي ويت معانا بتعتمد جدا على البالانس، ومعانا بتستخدم اكتر من عضله، يعني انا بستخدم عضله اساسيه وعضله مساعده. النهارده يبقى خلصنا التمارين بتاعتنا اللي بتخص البادي ويت، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه باذن الله. شكرا ليكم.